السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي باريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عن الشعب المغرب العظيم، بغيت نشارك معكم الإخوان هاد الصورة اللي كتظهر لكم في الفيديو، واللي غنعطيكم معلومات مرهوقة بتسريبات صوتية غتثير الاستغراب تاعكم. تخيلوا الإخوان على أنه هذا اللي يظهر لكم في الفيديو، هذه الكوذية ولا التل، هذا راهو سجن. هذا هو سجن قويرت بيلا، واحد من أبشع وأخطر سجون العالم على الإطلاق. وكيقولوا الصحراويين على أنه هذا التل وهذا الكوذية اللي ظهر لكم في الفيديو أو هذا السجن هو أوسخ وأقدر بقعة في العالم. صحيح لأنه عدد كبير من الصحراويين اللي كانوا يعيشوا في مخيمة تندوف واللي كانوا مع البوليزاريو عرفوا هذه المنطقة حق المعرفة، وعرفوها فعلا لأنها أوسخ وأقدر بقعة على وجه الكرة الأرضية. وباش نشرح لكم أكثر ونحطكم في صلب الموضوع، فعلا ما كيظهرش لكم على أنه في هذه الصورة متواجد بنيان، يعني السجن بالحيوطة والبيوت أو شيء من هذا القبيل. نو، هذا هو بعد سجن قويرت بيلا، كانت مشيداه البوليزارو تعد فيه الصحراويين بالأخص المنحدرين من قبيلة أيتوسا. قويرت بيلا هذا كيوقع جنوب شرق مخيم بوجدور، مخيم التندوف، بحوالي 4 كيلومتر على الطريق الرابط بين الرابوني ومخيم السمارة. كتقول الأخبار على أنه قريب ما يصطلع عليه ويسمونه وزارة الدفاع. وربما عدد كبير منكم غيستغرب على أنه ما فيش حيوطة والبنيان أو شيء من هذا القبيل. هذا قولت بالله، هذا الكودية أو هذا التل اللي ظهر لكم في الفيديو كان عبارة عن خنادق، حفر كيجيبوا فيها الصحراويين اللي بالأخص كينحاذروا من قبيلة أيتوسا، وكيزرقوهم في هذا الغيران أو هذا الحفر أو الفوسيات ويغطوا عليهم بالرمل ويعذبوهم ويقتلوهم ويذبحوهم. كتقول الأخبار وكتقول الصوتيات اللي أنا كتوفر على عدد كبير من الصوتيات الصحراويين كيتكلموا على سجن قويرت بيلا، كيقولوا لأنه هذا الحفر كانوا يتقطعوا ويتقتلوا فيها الصحراويين، وعدد كبير منهم تقطعت رؤوسهم وأيديهم وكراعيهم رجليهم. تخيلوا على أنه حتى بعض الصحراويين أعزكم الله ومع كامل الاحترام جميع المكون الصحراوي، جميع من يسمع لي، أنه بعض الصحراويين كان كيتم اغتصابهم رغم أنهم رجال، كانوا كيغتصبوهم في هذه المنطقة، رجال كيغتصبوهم جلادين البوليزارو. وهذا المنطقة بالضبط اليوم متواجد فيها واحد المجموعة من المقابر الجماعية. هاد الكودية أو هاد التل اليوم عليه حراسة مشددة من طرف البوليزارو، ممنوع أي حد يوصل لي، نادرا ما كيوصل لي شي حد. سبق سمعت صوتيات من عناصر البوليزارو كانوا منقبين عند الذهب، فجأة جبروا نفسهم في هذه المنطقة بعد هفوة من طرف البوليزارو، وجبروا واحد المجموعة من عظام الإنسان، جمجمة وأطراف الأيدي أطراف الأرجل، المهم جبروا عظام الإنسان، وهذه العظام تعود صحراويين من أيتوسا على وجه الخصوص كان تعذب فيهم البوليزارو وتقتل وتذبح فيهم. مدير هذا السجن، هذا الحبس، هذه الخنادق اللي كانوا يتعذبوا فيها الصحراويين قويرت بيلا، هو البوشير بيلا، والد ما يصطلع عليه اليوم ويسمى وزير داخلية البوليزاريو إبراهيم ولد بيلا. البوشير بيلا مدير سجن قويرت بيلا يعد واحد من أخبث جلادين البوليزارو على الإطلاق، واللي كان يقتل ويدبح الصحراويين بالأخص المنحدرين من قبيلة أيتوسا. حتى ما يسمى اليوم وزير داخلية البوليزاريو إبراهيم ولد بيلا ابن جلاد مدير سجن قويرت بيلا، حتى هو جلاد بنفسه،
لأنك تقول قصص أو كتقول أخبار، لأنه عدب صحراويين اللي هما بالضبط أولاد أهل الطريح، واللي تسبب على أنه شتت شمل هذه العائلة. واحدين منهم اليوم متواجدين في إسبانيا، وواحدين تانين متواجدين في موريتان بالضبط في النواظيب، بسبب هذا الجلاد اللي اليوم رأس ما يسمى وزارة داخلية البوليزاريو. تعرفوا أكثر على سجن قوير جبيلة؟ حياكم الله ويحيي الشعب المغرب العظيم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا وسهلا وأهلا الساقية ووادي الذهب، ياك لباس ياك الخير ياك العافية، عمركم ما تراو باس ولا مغواس. مرحبا وسهلا وأهلا، مرحبا بالجميع. بد حد جاب تصوير هاي البليدة من التراب، وهاي البليدة من التراب حاجة لي عنها ما لعن منها بقعة فوق الأرض. هاي البليدة اللي ترعى لكم فيها عالم مولانا وعالم الرسول، إلى عادت هذه هي قوير تبيلة بها اللي متغيرين ملامحها شوي، بها هي كانت مغربلة باقية لا غربال من الحفر، واحد تفزر واحد تقول عنك لا تمرق على رقاج زرك بهم تقاريب الحفر. ما حاج لي عن خالقه بقعة فوق تراب مولانا ألعن من ذي البليدة اللي ترعى لكم فيها، ولا حاج لي عند الظلم اللي خلق فوق هاي البليدة قط خلق مثله في تراب يسوى منين. بالله الذي لا إله إلا هو يا أخوتي، يا هذه القوير اللي ترعى لكم فيها من حرها فيه بيتات وفيه حفر، بيتات جوهم أصحاب لمن وحراسات ورواية وشي ودبيشة شوي ملمون شوي منحرها من قبل، وقع من منحرها لا قبل على كل حال. وهذا التلي منها أغربال من عند رويصها قبال من عند الحارس إلى جديرها التحتاني، هذا باقي يغربالي تك تك من الرواقيج اللي تبات تتعايط وتظل تتعايط، وحفر خامرة من الدم والقمط والبراز وشيم حالي والأرواح باطل قاع الياسر اللي ما تنعد في هذه القويرة ترعاكم فيها. وبلدهم مردمة راه يركم مردم بلد الحفر مردمات، ما تلاو علمات لاو ظاهرات، كان ولا غربال عايدة لك هي ما فيها الحجارين تقوم تحفرها، تقد تحفرها لا بجيرة التم لا تنتر منها هيال الأبيض وتزرق. ولا يعدلوا الشي كيف فويم كيف فويم الحاسي، ويشرموه من الزر التحتاني، يشرموه من انت الزربت في الناس، ويججوه من داخل، يججوه 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 يججوه، ويتم يبركوا فيه البشر ويكتفوه ويديروا شي منه على شي، وحفرة ثانية ووحدة ثانية ووحدة ثانية ووحدة ثانية ووحدة ثانية، وخالقات وحدات الفوق على حاشية الكدية متواليات الحراس ذوك اللا داقين وتاد فوقهم وتاد مهم وتاد حدايد كبار داقين في التراب وعاقدين فيهم وحبال، ويكتف ورقاج من كرعيه ويديه فوق ظهره، ومنين يكتف ويديه يقرنوهم مع ذاك الوتد، ومن عند مزازيله القدام يودله في الحفرة يعود تحته لا الهواء، ومدهرية حتى عيدة متعقبة من اللي فوق قباله، وعياو يلبسوه غويمي جاك يتم يتحرك هالبرد منين ترغن يكبوا عليها الماء وتحرك هالريح به، تعرف ساوة الكدية ذيك تشوطها دائما التلية هي الياسرة، وتتحرك الغويمي جاك من النيل وباردة وتلسع عطم من الضوء، ويصبح رقاجك حل اكحل 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 جلده واسود، ومنين ينزل عليه الذنبان يلصق عليه تفرز جلده يفرز مادة تسكن الذنبان، تسكنوا على ذيك البليدة. وهذا اللي ترعى لكم فيه
للناس اللي تحرس وتجر لمحابس التعذيب، نعطي الهمر عن هذو الناس لا يشموا طعمة الرحمة، الرحمة لا يشموا طعمتها. وذوك اللي جروا الناس من فم يجبوهم مستقبلين شهور القوم، ما يعرفوا اسم واحد منهم، ولا يقدوا يسولوه وقلوبهم طايرين، ويقول لهم عليكم منين تعرفوا اسم واحد تجوف ذره. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبي الله ونعم الوكيل. وهذا تفو به بعد راهو، تفو به وتفو بها. شوفوا هذا رايك كديتو البيلة الحبس الشهير وقطعا عنه بلاست حد جاها وقف عليها من قريب، لا يجبر بلاست ياسر من 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 الشهير وياسر من الردم. وهذا هذا رايك البلاصه اللي طالعه ظاهره طالعه معاها، قد سمعناها في بعض قصص الضحايا، قطعا هذيك يا واضح انهم يطلعوهم لفوق وشي يقتلوه شي يعذبوه شي ما تعرفش يعذبوه، قطع ذاك ومازال تظهرها في الكدية طالع لفوق، وتحت الكدية قطع عام بلاستها كامل مزقنن بها تقريبا، براس مزقنن بها من كل بلاست. وهذه شهادات العصر، مازال يظهر الماهوذة، مازال يظهر الماهوذة للصحراء.